استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار تشكيلات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي في إخفاء 60 مختطفا منذ 7 سنوات. وجددت الرابطة في بيان أمام القصر الرئاسي مطالبها بالكشف عن مصير المخفيين قصرا في ظل مماطلة من قبل التشكيلات المدعومة إماراتيا وتجاهل الجهات الأممية والدولية. كما طلبت الرابطة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين محملة الجهات المعنية المتورطة في إخفائهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. ودعت الرابطة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى العمل الجاد لحل قضية المخفيين قسرا والسعي للإفراج عنهم ودعم جهود أهاليهم في إظهارهم وجبر ضررهم. تتوالى وقفاتنا منذ 7 أعوام وما زال 60 مخفيا قسرا من أبنائنا في غياه المجهول ولا نعلم عنهم شيئا، ولا ترى إلا المماطلة والتجاهل المستمران من قبل الجهات المعنية والجهات الأممية والدولية. إننا رابطة أمهات المختطفين من هنا من أمام قصر المعاشيق بمحافظة عدن نؤكد على مطالبتنا المستمرة بإظهار أبنائنا والإفراج عنهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، فقلوب الأمهات لم تعد تحتمل كل هذه الآلام. وحول المخفيين والمختطفين في عدن ينضم معنا عبر الهاتف عضو رابطة أمهات المختطفين في عدن السيدة أروى فضل. مرحبا بك سيدة أروى. إذا رابطة الأمهات تستنكر استمرار إخفاء 60 مختطفا في سجون الانتقال في عدن، يعني ما هي يعني لو تحدثينا يعني عن أوضاع هؤلاء المختطفين في سجون الانتقال؟ طبعا احنا ما نقدرش نتكلم عن المخفيين قصرا لانه نحن لا نعلم مصيرهم او مكان تواجدهم بسبب تنقلاتهم بين السجون. نعم. كمعتقلين ممكن نقول لك عن ظروف الاعتقال، مماطله في المحاكم، سوء معامله، يعني الان اصبحت الجو حار جدا فهم في السجون اكيد شديد الحراره، لكن كمخفيين قصرا هذا ما يؤلم لانه اذا نحن في منطقه عدن ومناطق اليمن شديدة الحرارة وهذا الإخفاء القصري في سجون مظلمة لا نعرف عنه شيء، هذا ما يخيف الأمهات بسبب انتشار الأوبئة والأمراض بسبب درجة الحرارة، هذا الوضع المأساوي أكيد بيكون المخفيين قصرا أشد ألما وبؤسا. نعم، يعني سيدة أروى 7 أعوام والمختطفين في السجون، كذلك تعاني أسرهم، يعني لماذا يعني برأيك تواصل فصائل المجلس الانتقالي باحتجازهم وكذلك ترفض الإفراج عنهم، يعني ما هي الأسباب؟ صراحة لا أقدر أن أحكم ما هي الأسباب لأن لا يوجد أي جهة منتهكة قد اعترفت بهذا الانتهاك، لأن لو كان اعترفت كنا عرفنا مصيرهم لدى أي جهة، فجميع الجهات ترفض الاعتراف بهذا الانتهاك بهذا الإخفاء القسري. فنحن نأسف للشديد أنه مهما تعمل من قبل 2019 كانت هناك لجنة من قبل الانتقالي، كان هناك لجنة من قبل التحالف، لكن لم يتم فيها الكشف عن مصير أي أحد من المخفيين. فهذا الشيء اللي نحن نستنكره، الصمت المجهول، عدم الاعتراف بهذا الانتهاك، عدم الكشف عن مصيرهم. نعم سيدة أروى، يعني كما تعرفين يعني أكثر من 7 أعوام والمختطفين والمخفين كذلك في السجون ولم يتم إحالتهم إلى المحاكم أو النظر في قضاياهم، يعني لكن يعني أنتم في رابطة أمهات المختطفين يعني طالبتم بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، يعني هل هناك معلومات لديكم عن الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات والاختطافات والاحتجاز للمدنيين ومن يتحمل المسؤولية برأيك؟ نحن ما نقدرش نحن ننكر هذا الشيء انه كانت الانتهاكات من قبل مكافحه الارهاب بقياده سلاح، كان هناك انتهاكات من قبل الحزام الامني بايام منير اليافعي ابو اليمامه، شلال شائع كان في بدايه السنوات الاخيره كان هناك انتهاكات من قبلهم، فاكيد معروفات الجهات لان هي كانت مسؤوله عن هذه الجهات، مثلا الحزام الامني يمثله منير اليافعي ومكافحة الإرهاب كانت بقيادة إسلام المقبري، فهؤلاء اعتبروا أنهم هم المطالبين بكشف المصير هؤلاء المخفيين لأنه كانت هذه الاعتقالات والمداهمات في فترة هم كانوا بهذه المناطق. نعم، إذا عضو رابطة أمهات المختطفين في عدن أروى فضل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.